شخصا وأصيب المئات في حادث تدافع بملعب لكرة القدم في مدينة ويغي شمال أنغولا. وأفادت مصادر محلية إن مئات الأشخاص أصيبوا عندما حاول مشجعون اقتحام البوابات بعد فشلهم في الدخول إلى الملعب لحضور إحدى مباريات الدوري الأنغولي المحلي، مضيفا أن حالات الوفيات نتجت عن تجاوز القدرة الاستيعابية للملعب والتي تقدر ب8000 مشجع. هذا وقد أمر الرئيس الأنغولي جوزيه سانتوس بفتح تحقيق في الحادث.